السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الاعزاء حياكم الله واسعد الله صباحكم بكل خير اهلا بكم في لقاء جديد وحلقه جديده وبدايه اسبوع سعيد ان شاء الله من خلال اخبار الرواد اليوم تاتيكم على الهواء مباشره من خلال قناه الرواد الفضائيه نقدم عناوين الصحف الاماراتيه ونستعرض سويا اخبار المال والاعمال مشاهدينا بجانب تقديمنا لحصاد اخبار مجموعه الرواد للاعمال والحلول المتكامله العديد من الفقرات والموضوعات المختلفه ايضا في حلقه اليوم فاهلا بكم معنا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد نواصل تقديم الفقرات المختلفه لاخبار وموضوعات الرواد اليوم والبدايه كالمعتاد بابرز العناوين. مجموعه الرواد للاعمال تطرح نظام الحسابات الحكوميه من منظومه المسرعات الماليه ونظام الحسابات الحكوميه تنظيم المعايير الدوليه للمحاسبات الحكوميه الموازنة الحكومية وموازنة البرامج والأداء الاتجاهات الحديثة لأعداد الموازنة ومفهومه وأسس الموازنات التقديرية والاستراتيجيات التنافسية وتحليل المنظور المستقبلي وتحليل الائتمان وأيضا مركز الرواد للتدريب يخضع برنامج نظام الحسابات الحكومية لتطبيقات التدريب بالتفكير على نماذج ومنهجية الرواد للتدريب 5 زائد 1 نناقش مشاهدينا وتعرف ضمن موضوع حلقة اليوم على برنامج نظام الحسابات الحكومية اهلا بكم الى التفاصيل. طرح مركز رواد التدريب من خلال منظومه المسرعات الماليه برنامج نظام الحسابات الحكوميه كبرنامج تدريبي متخصص في مجال المحاسبه الحكوميه، ويحتوي البرنامج على مقدمه ومفاهيم وتعريف المحاسبه الحكوميه، وايضا اهداف النظام المحاسبي الحكومي والغرض من المحاسبه الحكوميه، والمعايير الدوليه للمحاسبه الحكوميه وانواع الحسابات النظاميه، والاطار الاقتصادي والاطار المحاسبي. والعلاقة بين الموارد والدخل وعناصر المحاسبة الاساسية والطرق المحاسبية واعداد القوائم المالية ومن جانب اخر يخضع البرنامج الى منهجية الرواد للتدريب خمسة زائد واحد ويتم بتطبيقات التدريب بالتفكير على النماذج شاهدنا اولا قبل البدء في شرح برنامج نظام الحسابات الحكوميه المقدم من مركز الرواد للتدريب ومجموعه الرواد الاعمال وهو عباره عن برنامج اقتصادي تدريبي موجه للجهات الحكوميه والمؤسسات المختلفه وياتي ضمن منظومه المسرعات الماليه التي تم اطلاقها مؤخرا نبدا من معرفه مكونات النظام كما هو سيبين في المخطط اولا معايير المحاسبه وهي معايير ذات درجه شفافيه عاليه تتبع لنظام اداري دقيق ومنظم ويتبع الاهداف العامه للحكومه وتختلف تلك المعايير هنا عن المعايير المعمول بها في المحاسبه في القطاع الخاص. هنالك ايضا نماذج المحاسبه وتوجد نماذج خاصه فقط بالجهات الحكوميه وتختلف عن القطاع الخاص الذي توجد فيه التكاليف والربح والخساره بينما تكون في الجهات الحكوميه الحسابات المتعلقه بالخدمات المختلفه وهي غير ربحيه. اخيرا تطبيقات المحاسبة وهناك العديد من التطبيقات الخاصة بالجهات الحكومية والتي تختص بالمحاسبة وتختلف عن تلك الموجودة في الجهات الخاصة. مشاهدينا بعد شرح البرنامج نظام الحسابات الحكومية من مجموعة رواد الأعمال، دعونا نذهب مباشرة إلى افتتاحية اليوم والتي جاءت تحت عنوان اتجاهات النظم المحاسبية المؤسسية. رئيس التحرير يحاول من خلالها يتناول فيها المفاهيم الخاصة بالمحاسبة وطور تلك المفاهيم بجانب دور نظام الحسابات الحكومية في إيجاد حل للمشكلات التي تواجه الجهات الحكومية في مجال المحاسبة ماذا قال؟ أصبحت اليوم العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تطور في المفاهيم الخاصة بالمحاسبة الحكومية وتسعى دوما إلى التعرف على النماذج والتطبيقات الحديثة لما يشكل ذلك من سهولة في المعلومات المطلوبة والتوصل إلى عمل محاسبي مؤسسي مبني على نظم الاستراتيجية عفوا <applause> وتواصل افتتاحية حسب رأي رئيس التحرير ويشير إلى أن مما سبق طرح مركز رواد التدريب نظام الحسابات الحكومية كأحد أهم الحلول في المجال المحاسبي وذلك بالتركيز على النظم الحديثة والتي يمكن لها أن تعود بالنفع العام للمؤسسة تأتي أهمية برنامج نظام الحسابات الحكومية كبرنامج تدريبي متخصص يضع الحلول ويعمل على صياغة اتجاهات حديثة عبر نماذج محاسبية حكومية حديثة تخضع للمعايير الدولية والتي تلخص أفضل الممارسات في مجال المحاسبة الحكومية ويهدف برنامج نظام الحسابات الحكومية لترسيخ وتعزيز المفاهيم المحاسبية المؤسسية الحكومية الحديثة حسب وصفه من الافتتاحية مشاهدينا نصل نهاية أخبار وموضوعات الرواد اليوم ولكن فاصل قصير ننتقل بعده مباشرة لمطالعة أخبار المال والأعمال ومعرفة حصاد أخبار مجموعة الرواد الأعمال لهذا اليوم اهلا بكم مشاهدينا. اعلنت مجموعة رواد الاعمال عبر منظومة المسرعات المالية التي اطلقتها في وقت سابق عن ترحيبها باطلاق برنامج نظام الحسابات الحكومية او المؤسسية من قبل مركز الرواد للتدريب ومن جانب اخر ذكر المدير العام للمجموعة ان مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة هي عبارة عن برنامج عن ثمرة جهود مشتركة ومتكاملة من خلال فريق عمل يعرف تماما الاحتياجات المؤسسية الحديثة وهذا ما يتطرق له البرنامج بصورة مباشرة. من خلال منظومه المسرعات الماليه وضمن جهود مجموعه الرواد للاعمال لتعزيز الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وخصوصا المؤسسات الحكوميه طرحت مجموعه من خلال مركز الرواد للتدريب برنامج نظام الحسابات الحكوميه كبرنامج تدريبي متخصص في المجال المحاسبي وذلك باستخدام النظم الحديثه التي تعمل على تطوير هذا المجال ووفق معايير عالميه وباستخدام افضل الممارسات أكد مركز الرواد التدريب أن برنامج نظام الحسابات الحكومية والذي تم طرحه مؤخرا يخضع لتطبيقات التدريب بالتفكير على النماذج ومنهجية الرواد للتدريب 5 زائد 1 لينضم بذلك إلى سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز ويتبع فيها نفس المنهجية يخضع برنامج نظام الحسابات الحكومية لتطبيقات التدريب بالتفكير على النماذج وبواسطة مختبرات الرواد للإبداع والابتكار وأيضا يتم التدريب للبرنامج التدريبي وفق منهجية الرواد للتدريب خمسة زائد واحد مما جعل هذا البرنامج مميزا ويتم التدريب بواسطة خبراء ومختصين في المجال المحاسبي خصوصا المتعلق بالحسابات الحكومية نظم مركز رواد التدريب امس ورشه عمل للتعريف ببرنامج نظام الحسابات الحكوميه ومنظومه المسرعات الماليه وهي المنصه التي يطلق من خلالها جميع البرامج التدريبيه الماليه، وقد حضر الورشه ممثلين من كل المؤ... من مؤسسه موارد للتوظيف والرواد للازياء النسائيه وشركه توفير للتجاره العامه ومركز رواد الاعمال للانتاج الفني بجانب شركه سفير البحار للسياحه والسفر وممثلين عن قناه الرواد الفضائيه. استمرارا لدور مركز الرواد للتدريب الذي يقوم على تأهيل وتدريب وتثقيف الموارد البشرية من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة عقد المركز ورشة عمل لممثلين من مختلف شركات مجموعة الرواد للأعمال وذلك بهدف التعريف ببرنامج نظام الحسابات الحكومية والذي يأتي ضمن منظومة المسرعات المالية الشاملة وتمثل منصة تنطلق منها جميع البرامج التدريبية المالية ويقدم مركز الرواد للتدريب مختلف مختلف البرامج التدريبيه التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكوميه والخاصه، وتعمل على ايجاد حلول لمختلف المشاكل التي تطرا في الاجراءات والمعاملات المحاسبيه وذلك بفكر من نوع جديد. في اخر اخبارنا اتفق مركز رواد الاعمال الانتاج الفني ومركز رواد التدريب وقناه الرواد الفضائيه امس الاول على الخطط الترويجيه والتسويقيه لبرنامج نظام الحسابات الحكوميه. وذلك للبدء في التسويق للبرنامج التدريبي عبر قناة الرواد الفضائية عبر خارطة برامجية خاصة بهذا البرنامج مشاهدينا من هذا الخبر تنتهي جولتنا في أخبار المال والأعمال فقرة البرنامج متواصلة معكم والعديد من الموضوعات المختلفة بعد فاصل إعلاني قصير ابقوا معنا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد عبر قناه رواد الفضائيه نواصل تقديم الفقرات المختلفه لاخبار رواد اليوم ولكن دعونا نتوقف مع نظره على احوال الطقس الحراره الدنيا والعليا ونسب الرطوبه المسجله في دوله الامارات العربيه المتحده لهذا الصباح من أحوال الطقس مشاهدينا ننتقل إلى الرئيسية في حلقة اليوم وهي موضوع اليوم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وصلنا للفقرة الرئيسية في حلقة اليوم وهي فقرة موضوع اليوم نخصصها للنقاش من عن برنامج نظام الحسابات الحكوميه. مع تطور العالم تطورت المفاهيم المختلفه للدول والمؤسسات بل وحتى للمجتمعات وخصوصا تلك المتعلقه بالاجراءات والتعاملات الماليه والمحاسبيه والتي تواجه فيها المؤسسات والجهات الحكوميه مشكله خاصه تتمثل في ضخامه العمل والانتاج وكثره الاجراءات وتسلسلها باعتبار انها تقدم خدمات للمجتمع ولا تهدف الى تحقيق الربح بعكس المؤسسات الخاصه. من هنا تاتي الحاجه الى تلك حاجه تلك الجهات التي إلى تعرف الى التعرف على نماذج وتطبيقات حديثه في مجال المحاسبه لتواكب بها احتياجات السوق والمجتمع لذلك اتى برنامج نظام الحسابات الحكوميه ليقدم الحلول المتكامله في مجال المحاسبي للجهات والشركات والمؤسسات الحكوميه برؤيه وفكر من نوع جديد وبمنهجيه ذكيه تلبي تطلعات واحتياجات الادارات الماليه المختلفه نتعرف من خلال المخططات التاليه على البرنامج فاهلا بكم معنا دعونا نبدا من التحليل لبرنامج نظام التحليل للموارد البشريه في مجال الحسابات الحكوميه لمركز الرواد للتدريب وهنالك العديد من النقاط التي يتم تحليلها للبرنامج التدريبي نبدأ من تحليل الموازنة الحكومية ويركز البرنامج التدريبي هنا على التعريف الموارد البشرية العاملة في مجال الحسابات بطرق تحليل الموازنة الحكومية ونأتي إلى المحاسبة عن الاستثمارات وهنا يتم تحليل النظام المحاسبة للاستثمارات التي تقوم بها الدول والجهات الحكومية وأيضا للمشاريع المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتتم هنا إجراءات المحاسبة بشكل مختلف وأيضا تحليل مختلف من قبل الموارد البشرية هنالك قياس وتحليل الربحيه وتختلف طريقه قياس الربحيه باختلاف نوع الشركه او المؤسسه سواء كانت حكوميه او خاصه ففي الجهات الحكوميه تقوم الموارد البشريه بقياس العائد من الخدمات المقدمه وليس قياس الربح والخساره بعكس الشركات القطاع الخاص التي يتم فيها تحليل وقياس الارباح والمصروفات والخسائر الفصليه. ناتي ايضا مشاهدين الى التحليل المالي وهنا يتم اعطاء جرعة تدريبية للموارد البشرية حول كيفية اجراء التحليل المالي للمؤسسات والجهات الحكومية وللحسابات التي يدخل فيها التحليل ونتائجه في الناتج الاجمالي القومي للدولة أخيرا المحاسبة عن حقوق الملكية وهنا يتم تعريف الموارد البشرية بكيفية تحليل وحساب حقوق الملكية للمؤسسات الحكومية ويقصد بالحقوق هنا الأصول التي تمتلكها المؤسسة أو الشركة الحكومية وحتى على مستوى الدول فنحن نتحدث هنا عن أصول كبيرة تحتاج إلى معرفة جيدة بكيفية حسابها بعكس أصول الشركات والمؤسسات الخاصة التي قد تتمثل في مبان وسيارات وما إلى ذلك. من التحليل ننتقل إلى التقييم في برنامج نظام التقييم للموارد البشرية في مجال الحسابات الحكومية هنا يتم تقييم الموارد البشرية في مجال نظام الحسابات الحكومية والبرنامج التدريبي أيضا نبدأ من نموذج استمارة التقييم وهناك استمارة قياس القدرات المحاسبية الخاصة بالعاملين في مجال الحسابات من وقت لآخر وبصورة دورية وأيضا استمارة, استمارة تقييم للموارد البشرية المنضمة حديثا للمؤسسات الحكوميه وذلك لمعرفه مدى قدرتهم على اداء العمل ناتي الى تحليل الى التحليل ايضا وهنا يتم تحليل مؤشرات الاداء الخاصه للاشخاص العاملين في المؤسسه او المنضمين اليها ويتم معرفه جوانب الاداء بشكل موسع لمعرفه جوانب القصور وجوانب التميز في الاداء ناتي ايضا للتقييم ضمن التقييم وهنا يتم تقييم المعلومات الخاصه بالموارد البشريه في مجال الحسابات الحكوميه. اخيرا مشاهدينا التصنيف وهو الذي يتم للموارد البشريه ويكون مبني على التحليل والتقييم الذي سبق وذلك لتصنيف الاشخاص وفق مؤهلاتهم وخبراتهم ووضعهم في المكان الصحيح واجراء التغيرات اللازمه في مجال الاداره الماليه. ماذا عن التطبيق لبرنامج نظام الحسابات الحكومية وهنا يتم معرفة نظام التطبيق للموارد البشرية في مجال الجهات الحكومية للتطبيق الجيد فإننا نحتاج لتطبيق العديد من العناصر أهمها المعايير المحاسبية وهنا يتم تطبيق نظام المعايير المحاسبية الخاصة بالجهات الحكومية والتي تخضع للمراقبة الحكومية من قبل جهات مسؤولة ويتم تكييف تلك المعايير على حسب الجهة أو المؤسسة الحكومية بعد ذلك مشاهدينا ناتي الى تطبيق نظم المحاسبه الحكوميه وتختلف تلك النظم من دوله لاخرى، هنالك نظم ولوائح حاكمه للقرارات الماليه التي تنظم مثل حركه النقد وسوق الاسهم وعمل الشركات، بعد ذلك الى نماذج المحاسبيه الحكوميه وهنالك نماذج محاسبيه مختلفه، يجب تطبيق النماذج التي تكون خاصه بالانظمه الحكوميه والتي تتوافق مع المتطلبات والاحتياجات للجهات الحكوميه ويتم ايضا مواءمه وعرض النماذج الدوليه لتصبح صالحه للجهات الحكوميه للجهات المحليه الحكوميه عفوا اخيرا مشاهدينا تطبيقات المحاسبه الحكوميه وهي تطبيقات التي يتم عن طريقها اجراء المحاسبه الحكوميه هنالك تطبيقات خاصه طبعا لكل نظام محاسبي مثلا النظام الصناعي او الزراعي او التجاري يختلف التطبيق بينه بين كل نظام كما تختلف تطبيقات المحاسبة الحكومية من دولة لأخرى حسب نشاط واقتصاد الدولة والمؤسسات والجهات الحكومية أيضا لها تطبيقات خاصة تختلف باختلاف نشاط كل جهة وأيضا تختلف عن الجهات الخاصة من الجهات الحكومية أخيرا مشاهدينا يمكننا أن نقول أن برنامج نظام الحسابات الحكومية هو عبارة عن برنامج تدريبي اقتصادي بمركز الرواد التدريب يختص بشؤون المالية والمحاسبية في الجهات الحكومية بمختلف أنشطتها يأتي ضمن منظومة المسرعات المالية ويقدم حلولا متكاملة في مجال المحاسبة الحكومية عن طريق الدورات التدريبية يمكنك الحصول على البرنامج والاستشارات اللازمة لتطبيقه من خلال زيارة argoroom.ai مشاهدينا من هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخبار هذا اليوم حاولنا بالتأكيد معرفة تفاصيل عن نظام الحسابات الحكومية وعناوين الصحف الإماراتية تصدر صباح اليوم أخبار المال والأعمال أيضا وحصاد أخبار مجموعة الرواد للأعمال حتى الملتقى في حلقة جديدة من أخبار الرواد اليوم تقبل تحياتي عمر نور الدين وتحيا فريق العمل المزيد تجدونه على argroup.ae كما يمكنكم مشاهدينا متابعة البث الحي للقناة وبرامجها المختلفة على الموقع ذاته نسعد دائما بتواصلكم معنا عبر فيسبوك وتويتر على الرواد تي في وشاهدوا حلقاتنا على اليوتيوب عبر ار بي سي تي في في امان الله والى اللقاء في حلقة جديدة اترككم بحفظ الله ورعايته